بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك عظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. يا أرحم الراحمين ارحمنا، وعافنا واعف عنا والدينا وذريتنا وأحبابنا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفتهم في الدارين، آمين. في آخر جزء في الخلع، وهو من متعلقات كتاب النكاح، فكتاب النكاح فيه فصول، تكلمنا على فصل متعلق بالقسم والنشوز، ثم تكلمنا على فصل متعلق بالخلع، ثم بعد ذلك فصل في أحكام الطلاق. نقرأ ما سبق بغير شرح فقط للتذكير. فصل في أحكام الخلع، وهو بضم الخاء المعجمة، مشتق من الخلع بفتحها، وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم ونحوه، والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، فإن كان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها. هنتكلم النهارده من اول هنا بقى. والخلع الصحيح يعني ما يترتب على الخلع، يبقى النهارده هنتكلم على ما يترتب على الخلع. والخلع يترتب عليه اول حاجه انقضاء عقد الزواج، ما يبقاش في عقد زواج خلاص، لان عقد الزواج ينقضي بعدة أمور، بالطلاق وده أشهرها، الطلاق والموت، موت أحد الطرفين، وبالخلع وبالفسخ كده برضه، وباللعان. لظهور سبب في بطلان العقد بعد ما تم، كأن تزوجها وبنت أنه أخت من الرضاعة، فيفسخ بينهما، لا يبقى خلع ولا طلاق بقى، يبقى اسمه فسخ. وباللعان، الملاعنة بينقضي برضو عقد، يبقى عقد الزواج كيفية انقضاء عقد الزواج بإحدى الكيفيات الخمس، تبقى عارفهم كده حافظ. الملعنة دي كان يتهمها بالزنا وليس عنده شهود فيتلاعنان، اللي هي في سورة ايه؟ نور. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وهي طبعا ده بعد العصر وعلى المنبر وقدام الناس امام القاضي، هنتكلم في الحدود بعد كده هيجي، لكن احنا بس دلوقتي عشان تبقى في ذهنك الامور مهيكله محفوظه معروفه. اما تقول عقد النكاح عقد تأبيدي،
عقد على التأبيد. طب متى ينقضي؟ واضح؟ لأن احنا عندنا عقد النكاح على التأقيت، فمذهب أهل السنة غير جائز، اللي هو نكاح المتعة عند أهل السنة غير جائز، عند الجماعة الإمامية الاثنى عشرية في إيران بيوجزوه إلى يومنا هذا. لكن عندنا احنا عقد النكاح عقد على التأبيد لا على التأقيت. فإن فسخ عقد النكاح أو ينقضي عقد النكاح أو ينقض عقد النكاح بإحدى خمس طرق: الموت، أحد الطرفين يموت، طلاق، الخلع، كويس، الفسخ، الملاعنة. واضح؟ فهنا بيقول: والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، أي الزوج عليها. احنا عارفين ان الطلاق الرجعي المرأة ممكن زوجها يراجعها طالما في العدة، لا في الخلع لا، ده بمجرد اتفقوا بانت منه، حتى ولو كانت في عدتها برضه ما يقدرش يرجعها، يبقى بانت في الحال. انما في الطلاق الرجعي تبين بعد انقضاء العدة، انما في الخلع تبين في الحال. واضح؟ تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، يعني لا رجعة للزوج، له هنا يعود على أي الزوج، عليها يعني على الزوجة، سواء كان العوض صحيحا أو لا، سواء كان العوض اللي هو مقابل الخلع ده، ما هو هيقبض حاجة مقابل، لو كان الخلع المقابل بتاعه العوض ده صحيح أو فاسد مقصود أو فاسد غير مقصود. ما احنا عندنا الغير صحيح، العوض الغير صحيح ينقسم نوعين، نوع فاسد مقصود ونوع فاسد غير مقصود، كده برضو قلنا الكلام ده في الجلسة الماضية. الفاسد المقصود كأن تخالعه على أن تعطيه خمرا قدر معين من الخمر، أو الخمر ده عند المسلمين ليس مالا لكن عند غيرهم مال، فيبقى يسموه فاسد مقصود. يبقى العوض هنا فاسد لكنه مقابله له قصد عند بعض الناس، يعتبر مال عند بعض الناس، خالعته على 100 خنزير، ده فاسد مقصود. واضح؟ يبقى العقد هنا الخلع يصح وياخد مهر المثل، وياخد ايه؟ مهر المثل، زي ما قلنا الدور اللي فات لو انت فاهم. طب لو اتفقوا على فاسد غير مقصود، يعني خالعته، قالت تخالعني على ان مثلا اعطيك ثعبانا او ان اعطيك حشرة، دي حاجات لا قيمة لها عند المسلمين، لا تباع ولا تشترى، ملهاش قيمة، تجيب له علبة مليانة دبان مثلا تقول له حديها لك، ما ينفعش. ايه ده؟ ده غير مقصود عند اي حد. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى في الحالة دي فاسد غير مقصود، او على دم مثلا. واضح؟ ده فاسد غير مقصود. في الحالة دي قبل الزوج، يبقى طلاق رجعي، لا شيء له، وتبقى طلقة رجعية ما تبقاش خلع. واضح؟ يبقى لو فاسد مقصود يبقى خلع وياخد مهر المثل، ولو فاسد غير مقصود يبقى طلاق رجعي ولا شيء له. فاهم؟ لا، ان الزوج وافق على شيء غير مقصود، يبقى هو تنازل عن حقي، فتنازل عن حقي يبقى كانه طلاق بلا مقابل، طلاق بلا مقابل يبقى رجعي. ما هو برضه مهتم الطلاق بس يبقى رجعي. واضح؟ خلاص هي حرة بقى تراجعه تاني، تعرض عليه عرض آخر، لكن تم الطلاق الرجعي. هي عايزة حاجة تانية بدل ما تتفق معاه وتدي له حشرات تدي له أموال. واضح؟ لا، لأن ده فاسد غير مقصود. واخد بالك؟ يبقى هو كأنه تنازل عنه، لأن دي حاجة غير مقصودة، ملهاش قيمة، هو وافق على حاجة بلا قيمة، كأنه بيطلق بلا قيمة. طلق بلا قيمة يبقى طلق عادي. واضح؟
يبقى والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. وإحنا قلنا أولادي تنقسم إلى فاسد مقصود وفاسد غير مقصود. فهمت بقى المسألة؟ وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ، يعني عشان ترجع له تاني لازم نكاح جديد من أول وجديد، يعني عقد ومهر وشهود كل حاجة كأنها زواج من أول وجديد، كأنها امرأة أول مرة يتزوج. إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ. ويجوز الخلع اللي هو زمن الخلع بقى، يبقى اتكلم في الجزء اللي فات على ثمرة الخلع، ثم يتكلم في آخر جزء على زمن الخلع، هل له زمن معين؟ احنا عندنا في الطلاق ينقسم من حيث زمن وقوعه إلى طلاق بدعي وطلاق سني. إذا طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه يأثم ويقع الطلاق ويسمى طلاق بدعي، واضح؟ يبقى من حيث، لكن علشان يطلق طلاق سني، يعني سني يعني لا إثم فيه، لأن أصل الطلاق حلال، مش أبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني حلال. يأثم لو اختار وقت طلاقها في حيضها أثناء حيضها أو في طهر مسها فيه، واضح؟ طيب لو هو عايز يطلق طلاق سني يعني جائز، يبقى إيه؟ ينتظر إن كانت حائض حتى تطهر، ثم عندما تطهر لا يقربها وبعدين يطلقها، يبقى ده طلاق مظبوط، طلاق مظبوط لا يأثم فيه، واخد بالك؟ ومقصد الشرع انه يتروى، مقصد الشرع انه ما يطلعش بسرعة عشان يتروى. افرض هي بتبقى عصبية شوية وهي حائض، فيجي يطلعها عشان عصبية يقوم يفتكر انها حائض ولا لا كده حرام استنى ما تطهر، تيجي تطهر والعصبية بتاعتها تروح تدلعه وتطبطب عليه يغير رأيه ما رضاش يطلع. هو مقصد الشرع دوام العقد، فاهم؟ جت ضايقته في الطهر وهو كان قربها فيه، ربما تكون حامل ويجي يطلقها وتطلع حامل ويندم، فاهم؟ يقوم ينتظر حتى يأتيها حيض جديد وتطهر منه وبعدين بعد كده يطلق. لو عملوا كده الرجالة نسبة الطلاق هتقل خالص. ليه؟ لأنه هيراجع نفسه والغضب، ثورة الغضب هتهدى، واضح؟ على كده الطلاق بدعي كتير كتير، هو ده معظمه بدعي اللي بيحصل، معظم اللي بيحصل وقت ده الطلاق. الخلع بقى في حيث زمن وقوعه في أي وقت، يبقى يختلف عن الطلاق انه ملوش زمن وقوع، لان هي اللي بتختاره، هي اللي بتختار. اوقع الخلع في الحيضة، اوقع الخلع، وقع الخلع في طهر مسها فيه، اي وقت ما تفرقش فلا اثم فيه، واضح؟ لان احنا الطلاق قلنا يبقى في طهر لم يمسها فيه حتى لا يطيل عليها العدة، ما يطيلش عليها العدة، يعني لمصلحة المرأة. طب الخلع ده باختيار المرأة، يبقى تنازلت عن حقها، تطول عدتها ما تفرقش، هي اللي مختار. فهمت بقى المسألة؟ لما تفهم مقصد الشرع في كل حاجة تقوم ما تنساهاش، مهما قالت لك بعد كده خلاص تثبت في ذهنك، فهمتها؟ لكن في طلبة في العلم الديني يقعد يقرأ ويعملها قواعد في ذهنه ومش عارف مغزاها، يقوم بعد سنة واتنين ينساها. لكن لما تبقى أنت مرستاها في ذهنك وعارف إيه مغزاها، ايه حكمتها، تقوم خلاص بقى ما تحتاجش تقراها تاني، انتهت. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يكون حراما، يعني دي نقطة تخالف فيها ايه؟ الطلاق. ولا يلحق المختلع الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقه، برضو يختلف عن الطلاق. لو واحد طلق امرأته طلقة رجعية وحب يطلقها تاني في العدة تطلق منه تاني، واضح؟ لكن لو خالعها وحب يطلقها تاني لا يقع عليها طلاق، لان لا يقع في غير محل، لان بانت منه، فهمت؟ يعني هو بمجرد الخلع بانت منه، فلو حب يطلقها وهي في عدتها من الخلع يأتي الطلاق على محل غائب، على زوجة غير موجودة، فهمت؟ فيبقى ما يقعش، واضح؟ إنما لما يكون مطلقها طلقة رجعية له أن يردها في أي وقت،
فأثناء عدتها طلقها تاني تبقى طلقة تاني لأنها وجدت محل، لأن هي ما زالت زوجة له. مش فهمت بقى المسألة؟ يبقى الخلع لا يترى عليه الطلاق ولا الظهار طبعا. حتى لو لم يراجعها، ما هو في الخلع ما يعرفش يراجعها. لازم يراجعها الأول. لا لا، حتى ولو لم يراجعها، ما هي لسه في عدتها. يعني طلق ويطلق وهي هو لسه. افرض هي مع عدتها ثلاث حيضات مثلا أو ثلاث أطهار. افرض هي بعد حيضة واحدة يعني تلت عدتها اتخانقت معاه تاني. قال على فكرة أنت طالق، على فكرة غلطوا تاني. وهي مطلقة. وهي متطلقة، يبقى كده اتطلقت طلقتين. وينفع كمان؟ اه بيحصل. وتبقى طلقتين. ما هو ليه؟ وبعدين في الشهر الثاني ضيقته تاني، قال أنت طالق، بقت ثلاث طلقات بانت منه، ما يعرفش يرجعها. فهمت بقى؟ يبقى الطلقة الرجعية يطلع عليها الطلاق أثناء العدة. ويطرى عليها الظهار. قال لها انت عليك مهر امي، يقع عليه حكم الظهار، ويبقى عليه يحرر الرقبه او يصوم شهرين متتابعين لو اراد ان يراجعها، او يطعم 60 مسكين ان عجز عن الصيام. خدت بالك؟ انما الخلع لا يطرى عليه الطلاق في اثناء العده، ولا يطرى عليه الظهار، ولا يطرى عليه الايلاء. تمام؟ والايلاء ان هو يقسم ان لا يقربها. هتقرب ايه؟ اصلا مش مراتك، هتقرب ايه؟ فهمت؟ ما يطرأش عليه الإله. لكن في الطلق الرجعي يطرأ عليه الإله، أقسم ألا يراجع، ألا يعني يجامعها وهي في طلقة رجعية، ثم ردها عليه، ردها ولم يجامعها، يبقى بعد قسم الإله بأربعة أشهر لو ما رجعهاش ترفع عليك دعوة طلاق للضرر. يقوم القاضي يقول له هتعاشرها بالمعروف ولا تطلقها؟ فهمت؟ والذين يقولون من نسائهم تربص ايه؟ 14. فهمت؟ لكن الخلع ما يطرأش عليه لا الطلاق في اثناء العده، لا الطلاق ولا الايلاء ولا الظهار، لانه لا يجد محل ليعمل. واضح؟ ولا يلحق المختلع الطلاق بخلاف الرجعيه فيلحقها. نقرا كلام الشيخ البيجوري. بيقول هنا: والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها أي بضعها الذي استخلصته منه بالعوض. طب افرض بقى، هيجيب لك شوية قضايا الشيخ البيجوري، لأن يعني الشيخ البيجوري تولى القضاء فترة، فبيجي لك، وكان برضه تولى الإفتاء فترة، فكانت تجي له قضايا يتأثر عليه، فكان يدي لك منها نبذ إزاي تفكر وإزاي تقدم. فبيقول هنا إيه: ولو ادعت خلعا فأنكر الزوج. واحدة راحت للقاضي رفعت دعوة، قالت له أنا خلعته يا فضيلة القاضي. قام الزوج قال ما حصلش يا فضيلة القاضي. طب نعمل إيه؟ القاضي يعمل إزاي؟ صدق الرجل بيمينه طالما ما جابتش هي شهود. طالما المرأة ما جابتش شهود يصدق الرجل بيمينه. القاضي يقول له إيه؟ يقول لها عندك شهود؟ واشترط الشهود الذكورة. كمان. تجيب اتنين رجالة عدول يشهدوا. جام شهدوا، القاضي يحكم لها بالخلع ويأمرها انها تديله العوض. واضح؟ طب ما جابتش شهود، يقوم القاضي يقول للزوج انت خلعتها؟ يقول له ما خلعتهاش يا فضيلة القاضي، دي بتتبلى عليا. يقول له طب تحلف؟ لو حلف يحكم له ويصدق بيمينه. خدت بالك؟ ادي الصورة. ولو ادعت خلعا فانكر الزوج صدق بيمينه، لأن الأصل عدمه. الأصل عدم الخلع. فهمتني إزاي؟ إن الأصل في المتهم إيه؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول إيه؟ لو أعطي الناس على دعواهم لا أخذ ناس أموال ناس قوم إيه بغير حق، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. النبي قايل كده. دي قضايا في القضاء، نظام في القضاء الإسلامي، ثم استقر بعد ذلك في قضاء كل بلاد العالم النظام كده. اليمين على من أنكر ليه؟ لأن الذي أنكر الدعوة الأصل فيه البراءة، بالبراءة الأصلية كده. فطالما اللي بيدعي عليه تهمة مش جايب بينة، يبقى الثاني بريء. واضح؟
المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طب وعشان أثبت براءته يقوم يحلف. طب افرض نكث ونكل عن الحلف، صدق الدعوة. واضح؟ يبقى البينة على المدعي، ما جابش بينة، يتوجه اليمين على من أنكر. توجه اليمين على من أنكر فقال مش هحلف. يوم القاضي يعتبر نقوله عن اليمين بينة للمدعي. واضح؟ فهمت بقى؟ لو أقسم هو كذب. إيه؟ لو أقسم هو كان كذب. في يوم أيام؟ لا تقدر تعيش معاه إزاي بقى؟ في يوم أيام هيروح في داهية وحيلة مسؤوليته. فهمتني بقى ازاي؟ بس. ما هو القاضي بيحكم بالظاهر، ملوش دخل بقى قلبه في ايه؟ واضح؟ خلاص مش هتستقيم بقى الحياه، هو اللي هيشيل القربه المقطوعه هتخر على دماغه وهيبقى بيت نكد. ويقبح ويبقى بيت نكد. وبعدين هي بقى تسوق عليه اهلها وتفضل تحرب وراه لحد ما تخلص منه. لانه ده باين انه راجل سيء. فهمتني بقى ازاي؟ بس لكن القاضي مش هيحكم الا بالطريقه دي. كقاضي قاضي هيحكم كده. الحقيقه فين بقى؟ يعلمها الله بقى، هو الا اعلم. ما هو دي روايه ليه. فانكر الزوج صدق بيمينه، لأن الأصل عدم. والأصل إيه؟ عدم انقضاء عقد الزواج، الأصل استمرار العقد. وإحنا عندنا قاعدة في المذهب الشافعي بتقول إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. فالعقد متيقن فيه، والخلع طرأ عليه وبقى مشكوك فيه، هي تقول ده خلعني والتاني يقول ما خلعتهاش. يبقى الشك طرأ على الخلع، لكن اليقين هو العقد الأول. يبقى اليقين لا يزول بالشك. فهمت بقى؟ ماشية مع القاعدة. طول ما أنت مقعد القواعد في ذهنك تعرف تحل الإشكاليات. واضح؟ لأن الأصل عدمه. فإن أقامت عليه بينة، لو جابت بينة بقى الست عمل بها، إن كانت بشرط البينة دي، إن كانت رجلين يتوفر فيهم صفات الإيه؟ العدالة. ما هي ممكن تجيب له رجلين من عند القهوة اللي قدام المحكمة تدي لكل واحد 50 جنيه يحلفوا جميع الأيمانات إنها خلعته وانها قتلته كمان وهو لسه واقف، يحلفوا اي حاجه في الدنيا. فهمت؟ فالقاضي ما يقبلش شهاده اي شهود، لازم يكونوا عدلين. خدت بالك؟ ان كانت رجلين بخلاف غيرهما، يعني ما ينفعش هنا، لان القضيه وان كان فيها مال، خد بالك ان الامور الماليه الشرع يبيح رجل وامراتين. الخلع هنا في قسم مالي، فهل القسم المالي ده يخلينا نقول طب ما نقبل رجل وامراتين؟ لا. الخلع ده يطرأ على عقد زواج يشترط في شهود عقد الزواج الذكورة، فلا ينفسخ ولا ينقضي إلا بشهود ذكور زيه. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ فالفقيه لما يبقى فاهم النظام ده يعرف كده إن إمتى الذكور يشترطوا وإمتى لا يشترطوا. أنا عقد لا يتم إلا بشهود ذكور، يبقى ما ينقضيش أرضه إلا بشهود ذكور، زي ما بدأ كما بدأنا أول خلق نعيد. النظام كده. فهمت؟ يعني الفقه الإسلامي يرتب مخك ويعلق ويخليك إيه، فاهم إزاي ترتب الإيه المواضيع. فإن أقامت عليه بينة عمل بها إن كانت رجلين بخلاف غيره. هي جايبة ثلاث أربع ستات يصوتوا ويقولوا أيوه فضيلة القاضي ده خلعته وبتاع ويلطموا قدام القاضي، مالوش دعوة، القاضي كأنه مش شايف حد، ملوش دعوة خالص في الكلام. فهمت؟ لازم رجلين وعدول مال وهدوم ومحترمين، يبعد كمان يسأل عليهم في الحتة بتاعتهم، الرجالة دي أخبارهم إيه؟ وكده يكون عنده أخبار عن دول عدول ولا مش عدول. واضح؟ لأن الخلع لا يثبت بغير الرجال لكونه ليس مقصودا منه المال بالنسبة لها، بل البينونة لتملك نفسها ولا مال لأنه ينكره. يعني المالية في الخلع اللي حصل فيه خلاف مش موجودة، هي أصلا بتدفع المال وبتدعيه عشان تملكه نفسها، يبقى عايزة تملك نفسها، والتاني بينكر أنه أخذ مال، يبقى مفيش مال. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى نرجع للذكورة في الشهود. هذه طريقة تانية تقدر تفكر بيها. يعني أنا فهمتك بطريقة
والشيخ البيجوري عايز يفهمك بطريقه ثانيه. ليه هما بيشترطوا الذكوره في الشهود؟ انا فهمتك بطريقه ايه؟ ان عقد الزواج الشهود يشترط فيهم الذكوره. والخلع ده بينقض عقد الزواج. فلو حصل خلاف لازم البينه كمان تبقى شهود رجال ذكوره، زي ما بدانا بالذكور ننتهي برضه بالذكور. فهمت بقى؟ دي طريقه للفهم. طريقه ثانيه للامام البيجوري قال لك خد بالك ان عقد الخلع هنا وان دخل فيه المال الا اذا انكره الزوج انتفت ماليته. ويبقى الفايده ليها هي ان تملك بضعها. تملك نفسها. فهمتني ازاي؟ فيبقى هنا ما وقعش على مال. يبقى يشترط الذكور. لأن الإناث في العقود المالية بس يقبلوا. واضح؟ في العقود المتعلقة بمال، دي طريقة للفهم. أساس إن المال اختفى هنا في إن الزوج قال أنا ما أخدتش حاجة، يبقى أنكر المال. يبقى المال اختفى. يبقى إيه؟ ادعاء أنها تملك بضعها. واضح؟ يبقى طالما المال اختفى يبقى محتاجين ذكور بقى في الشهور. فهمت طريقة الشيخ البيجوري في الفهم؟ دي طريقة صحيحة برضه، هتوصلك للصحيح برضه. يعني الطريقة اللي قلتها لك طريقة برضه توصلك للصحيح. وطريقة الشيخ البيجوري برضه توصلك للصحيح. دي طريقة ودي طريقة، واضح؟ لأنه ينكره لا إلا أن يعود ويعترف بالخلع. طب افرض عاد الرجل واعترف بالخلع فيستحقه لأنه في ضمن معاوضة. أو ادعى هو الخلع، افرض العكس بقى. قضية تانية. القضية الأولانية هي اللي ادعت إنه خلعته وهو أنكر. القضية التانية اتعكس. الرجل هو اللي جاي بيدعي إنه هو خالعها وعشان عايز المال. عايز المقابل. وهي بتقول لا ما خلعنيش ولا حاجة فضل في الأرض. فهمت بقى؟ القضية اتعكس. نعمل إيه؟ شوف يا سيدي بيقول او ادعى هو دي سورة اخرى او ادعى هو الخلع فانكرت الزوجة بانت مؤاخذة له بقوله ولا مال له. يعني هو قال انا خلعته خلاص على مال. هو اعترف. هي قالت ما خلعنيش. يبقى خلاص نحكم للرجل انه خالعها لان الرجل هو اللي يملك نقد عقد الزواج. فهو يملك. وطالما قال انا خلعتها وما قبضش مال يبقى هو تنازل. ملناش دعوه. طب ليه انت نفذت؟ وليه قابلت قبل ما تقبض مالك؟ يبقى انت اللي قصرت. ملناش دعوه. يقوم يتوجه اليمين على المراه يحلفها على نفي المال. فهمت ازاي؟ يحلف المراه بقى. انت فعلا ما اديتلوش المال؟ فعلا حصل الحكايه دي؟ ولا مال له عليها لانها تنكره فتحلف على نفيه لان الاصل عدمه اللي هي براءه الذمه. يعني الاصل ايه؟ براءه الذمه. ما تبقاش هي مدينه. والاصل ان المراه في الغالب الاعم بتطلق من الرجل وما بتشتريش هي الطلاق منه. يعني حوادث الخلع بالنسبة لحوادث الطلاق قليلة جدا. فهمت؟ والطلاق تملي بلا عوض. يبقى خلاص. يبقى هيعتبر هنا ان الخلع تم ولكن ايه؟ بلا عوض. لأنها تنكر فتحلف على نفي لأن الأصل عدمه فإن أقام بينة به. طب افرض هو جاب شهود بقى وجاب بينة انه خلعها بالفعل. ولو شاهدا ويمينا. يعني جيب شاهد ويمين. افرض انت مش لاقي الا شاهد واحد. احنا عايزين شاهدين يحل محل الشاهد الثاني يمين. يحلب. لا في عقود بتنفع كده. في عقود فيها تفاصيل. شاهدا ويمينا ثبت المال. وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه ولا يرثها عند عدم قيام البينة مع عدم الاعتراف عملا بدعواه. افرض هي ماتت
والدعوه مرفوعه وهو بيدعي انه خالعها وهي ماتت، ما يورثهاش لان خلاص ما فيش بينه وبينها علاقه. لكن لو هو مات وهي بتنكر تورثه. فهمت بقى ازاي؟ لو هو مات في فتره الدعوه تورث. فهمت المساله؟ وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعى، ولا يرثها عند عدم قيام البينه مع عدم الاعتراف عملا بدعواه، فانها تتضمن انها بانت منه، وترثه هي اذا مات لانها تنكر البينونه. فهمت المساله؟ طيب. ولو اختلف في عدد الطلاق، دي قضيه ثانيه، كل دي صور جنب بعضها. كل دي صور جنب بعضها وبيحلها لك. ولو اختلف في عدد الطلاق، كان قالت طلقتني ثلاثا بألف، فقال بل واحدة بألف. واضح؟ اختلفوا في العدد. أو في جنس العوض، قالت له كدراهم ودنانير، طلقتني على ألف جنيه، قال لها لا أنا طلقتك على ألف دولار. واختلفوا على أو صفة، أنا طلقتك على ألف جنيه من فئة المية جنيه. هي قالت له لا أنت طلقتني على ألف جنيه من فئة الجنيه الواحد. هديهم لك في الصورة كده. ألف جنيه جنيهات يعني. قال لا لا وأنا هتعامل بالصورة، أنا عايز الألف جنيه ورقة بميات، 10 ورقات بمية. لما تديني صورة فيها ألف جنيه أشيلها أجرها على ظهري، هنرجع تاني لسرة الدنانير بتاعت زمان. فهم؟ اختلفوا في الصفة يعني. يبقى اختلفوا في الصفة أو اختلفوا في القدر أو في الجنس. تقبلك ولا طلاقك؟ ما هو دي قضايا. اختلفوا في عدد الطلقات. يعني قالت له ده أنت خالعتني، طلقتني ثلاثا بألف. كأنه يعني إيه؟ يعني ما يعرفش حتى يردها تاني حتى تنكح زوجا غيره. يبقى خلع وبينونة كبرى. يعني طلقتني الثلاث طلقات اللي ليك عليا بألف، بحيث ما يقدرش يتقدم لها ثاني الا لما تنكح زوج غيره وتطلقها. فهمت؟ قال لها لا ده انا طلقتك طلقه واحده بألف. يبقى اختلفوا هنا في العدد. او في جنس العوض كدراهم ودنانير، او صفته كالصحاح ومكسر، او قدره كقولي خالعتك ب200 فقالت ب100، ولا بينه لواحد منهما. كويس؟ أو لكل منهما بينة. دي جايبة شهود وده جايب شهود، تعارضت البينة، تضربت. نعمل إيه؟ تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف. إذا تحالفا خلاص يفترقا. إذا تحالفا يفترق. ما هو لازم واحد فيهم هيحلف كده، ملوش دعوه القاضي. طالما قبل وحلف خلاص يبقى حلف ده ينقض حلف الاخر. فهمتني بقى ازاي؟ تحالفا كالمتبايعين في كيفيه الحلف. ومن يبدا به؟ مين يبدا به في الحلف؟ فيبدا بالزوج لانه كالبائع. وقال الشيخ سلطان ينبغي ان يبدا بالزوجه لان البضع يبقى لها، ثم بعد الفسخ منهما، ثم بعد الفسخ منهما أو من أحدهما أو الحاكم يجب له مهر المثل. يبقى لو تحالفها هي حلفت وهو حلف يبقى يفترق ويأمرها بأنها تدي له مهر المثل. واضح؟ لا هيبقى خلع. هو حلف وهي حلف. وبعدين هو حلف على القدر وعلى الكميه اللي اتفقوا فيها، ملوش دعوه بالكميه. يبقى الكميه والقدر والاتفاق ده هيسقط، لكن يبقى الخلع على مقابل. فطالما المقابل فاسد مقصود، نرجع لمهر المثل. نرجع لايه؟ لمهر المثل. فهمت بقى المساله؟ طريقه تفكير القاضي المسلم في مثل هذه القضيه. افرض المهر المثل اكتر من اللي حلف عليه، ياخده برضه، ياخد مهر المثل. واخد بالك؟
يجب له مهر المثل وإن كان أكثر مما ادعاه، لأنه المرد، لأنه هو يرد إليه عند الاختلاف في العوض. عندنا حاجة نرد لنفسنا فيها اللي هي مهر المثل. وإن كان لأحدهما بينة، ويعني الآخر ما عندوش والتاني عمل بها، ولو خالع بألف مثلا ونويا نوعا لكل دي صور، كل دي صور بتربي فيك الملكة الفقهية. الصور دي الهدف منها ايه؟ تربية الملكة الفقهية في الفقيه، عشان لما تجيله عوارض مختلفة وصور مختلفة يعرف يجد لها حلول. ولو خالع بألف مثلا ونويا نوعا من نوعين بالبلد لازم الحاقا للمنوي بالملفوظ، يعني لو خالع بألف مثلا ونويا نوعا من نوعين بالبلد لازم الحاقا للمنوي بالملفوظ، يعني قال لها ايه؟ احنا بنتعامل في بلد من البلاد، انا لما زرت العراق قبل الغزو بسنه نزلت بغداد، هناك بتشتري اي حاجه في السوق، لو معكش دنانير عراقيه، لو معك دولارات تحاسبه بالدولارات، يعني الراجل عنده باقي الدولار وعنده باقي الدينار، يعني بيتعاملوا متساويان، عملتين موجودين ماشيين في السوق كله، حتى لو بتشتري خضار يا تدفع له بالدولار يا تدفع له بالدينار ماشيه كده على طول. خدت بالك؟ لو في بلد عندهم النوعين ده وجا هو خالعها على ألف وقصد دينارا، واخد بالك ازاي؟ وما حددوش، لكن النيه كانت بالدينار، يلحق المنوي بالملفوظ، خلاص يبقى 1000 دينار. طب افرض قالوا ب 1000 وما نووش حاجة معينة، يعمل إيه الشيخ؟ فهمت؟ دي صورة تانية، كل دي صور. علشان كده بيقولوا ولو خالع ب 1000 مثلا ونوايا، الاثنين نيتهم نوع معين. ونوايا نوعا من نوعين بالبلد لازم الحاقا للمنوي، لازم هذا النوع المنوي الحاقا بالمنوي الملفوظ، واضح؟ فان لم ينوي ينوي شيئا حمل على الغالب، العرف بقى. علشان كده احنا من قواعد مذهب الشافعي ايه؟ العدم محكمه. العدم محكمه دي من خمس مذهب الامام الشافعي. ينوي بقى بالعرف. يا جماعه انتوا اهل البلد لما بتقولوا 1000 تقصدوا 1000 في الغالب في العرف العام بتاعكم. ويحكم بالعرف، لو كانوا يقصدوا الدولار يبقى يحكم بالدولار، لو كانوا يقصدوا بالجنيه يبقى بالجنيه، وهكذا، فهمت بقى؟ العادة محكمة. دي مذهب الإمام الشافعي، العادة محكمة. يعني يحكم العادة. اللي هي العرف، اللي احنا العوام يقول لك المعروف عرفا كالمشروع شرعا، كالمنصوص نصا، كل دي نفس جاية من قواعد واحدة، واضح؟ احنا مذهب الشافعي قايم على خمس اركان: الامور بمقاصدها، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، مش كده برضه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، والعاده محكمه. خمس اركان قام عليها مذهب الشافعي كله. واضح الحكايه؟ فان لم ينوي شيئا حمل على الغالب، طب افرض ما فيش غالب. ما فيش عرفة في المسألة دي. يقوم يعمل ايه؟ يرجع لمهر المثل. المرد بقى الآخر. يرجع لإيه؟ لمهر المثل. واضح الكلام؟ قوله ولا رجعة له أي لبينونتها منه المانعة من تسلطه عليها، ولذلك لا يصح منها ظهارا ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما ولو في العدة، زي ما قلنا في الأول. فلو شرط عليها الرجعة، افرض قال لها أنا موافق على فكرة أخلعك على المال ده، بس بشرط ليه الرجعة عليك في العدة. فلو شرط عليها يبقى طلق رجعي. وسقط المال. وسقط حقه في المال. فهمت بقى؟ فلو شرط عليها الرجعة وقع الطلاق رجعيا ولا مال. أهو الحمد لله من غير ما نكملها. احنا فاهمين الحكم ليه؟ لانك انت طالما استقرت لو تعرف انت تفهم كلام الشيخ قبل ما تقراه على طول،
لدرجه تسمع تشوف المساله وتخبي بايدك الحكم. كان مشايخنا زمان لما كانوا يعلمونا يقولولنا كده بعد ما يشرح لنا الامور عايز يوم يديك المثال رايك ايه؟ رايك ايه؟ رايك ايه؟ عشان يشوفك انت استقر الحكم في ذهنك ولا لا؟ لان هو اصلا لو وافق على الخلع بمال وشرط الرجعه يبقى نقض المال. ده هي بتدفع المال علشان ما يبقوش ليه سلطان عليها. فهمتني بقى ازاي؟ ده هو عايز يبقى ليه سلطان عليها، خلاص يبقى في ايد المال. واضح؟ ايوه. يبقى نقض البينونه. ايه؟ يبقى نقض البينونه. ما تبقى رجعيه، تبقى طلقه رجعيه. تبقى طلقه رجعيه بس ولا مال له. لتنافي شرطي المال والرجعه. لتنافي شرطي المال والرجعه، لان المال مقابل انها تملك بضاعه. والرجعه لا تملك بضاعه في الـ في الـ في الـ في العده، فاهم؟ فلما تنافى الاثنين تسقطا، يبقى لا مال لها، واخد بالك ازاي؟ ويبقى نرجع للطلاق الرجعي. ويبقى اصل الطلاق وهو يقتضي ثبوت الرجعه. قول اي الزوج تفسير للضمير عليها اي الزوجه، سواء كان العوض صحيحا او لا، اي او لم يكن صحيحا لكن كان فاسدا مقصودا، لانه ان كان فاسدا غير مقصود كان له الرجعه عليها كما علم من ممر زي ما شرحت لك في الاول. الفاسد نوعين، فاسد مقصود، ويبقى في الحاله دي يبقى خلع ونؤمر له بايه؟ بمهر المثل. ولو كان فاسد غير مقصود سقط المال وبقي الطلاق الرجعي. فهمت بقى المسألة؟ نفس الكلام اللي بيقولوش. قوله وقوله مبتدأ خبره ساقط في أكثر نسخ وهو أولى، لأن الاستثناء في قوله إلا بنكاح جديد على ما في بعض النسخ منقطع، ومحله إذا لم يكن الطلاق ثلاثا وإلا فلا تحل له إلا بمحلل. يعني لو خالعته على أن يطلقها ثلاثا وقبل يبقى ما يقدرش يردها بنكاح جديد حتى تنكح زوجا غيره، تبقى بنت بينونه كبرى، فاهم؟ لكن لو خالعته على مال يبقى يقع كانها طلقه، كانها وليس طلقه، واخد بالك؟ ومحل اذا لم يكن الطلاق ثلاثا والا فلا تحله الا بمحلل. ويجوز الخلع، دي وقت الخلع بقى، يجوز الخلع في الطهر، أي وإن جمعها فيه أو في حيض قبله، لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل لرضاه بأخذ العوض، فهو جائز في الطهر الذي جمعها فيه أو في حيض قبله، وكذا في الطهر الذي لم يجمعها فيه ولا في حيض قبله من باب أولى. قوله وفي الحيض ولا يكون حراما، أي إذا كان معها لأنها لما بذلت العوض لخلاصها منه رضيت هي بتطويل العدة على نفسها، فإن كان مع الأجنبي حرم. لو كان بقى الخلع مع أجنبي مش مع الزوجة، طرف تاني داخل يقول له تخلع زوجتك ودي لك 10,000 جنيه، ده أجنبي هو اللي هيدفع، فتم هذا لو كان مع أجنبي وكان وقت حيض أو وقت طهر مستها فيه هنا يحرم، لأن قد يلحقه الندم. فهمت بقى المسألة؟ ويقع. ها؟ ويقع. قول ولا زي الطلاق في وقت الحيض حرام ويقع. زي الطلاق في طهر مستافي حرام ويقع. واضح؟ قول ولا يلحق المختلع الطلاق أي لسيرورتها أجنبية. يبقى المختلع تم الخلع والعقد صحيح وقبض المال وانتهى، وحب يطلقها في العدة ما يقعش عليها طلاق زي ما قلنا، لأن ما يبقاش محل للطلاق. ولا يلحق المختلع الطلاق أي لسيرورتها أجنبية بافتداء بضعها بالعوض، وكذلك لا يلحقها ظهار ولا إيلاء ولا لعان. قول بخلاف الرجعية فيلحقها، أي فيلحقها الطلاق ما دامت في العدة، حتى لو كانت معاشرة معاشرة الأزواج لحقها الطلاق ولو بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر، لأنها لا تنقضي عدتها إلا بعد التفريق بينهم ومضى الإقراء أو الأشهر بعد ذلك. نعم إن انقضت عدتها بوضع الحمل لم يلحقها الطلاق والله أعلم.
يعني هو طلقها وفي العدة طلقها تاني، يلحقها الطلاق، واضح؟ طب ما طلقهاش، ده هم عايشين مع بعض عادي، وطلقها تتحسب طلق وطلقها تاني، يعني بيعاشرها معاشرة الأزواج، يقع الطلاق تاني مرة واثنين وثلاثة حد الثالثة يفرقوا بينهم، أو طلقها وكانت حاملا فوضعت حملها خلاص بانت منه فلا يلحقها إيلاء ولا ظهار لأن عدتها بوضع الحمل، واضح الكلام؟ ونقف على فصل في أحكام الطلاق يوم الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.